بسم الله، اليوم رح نبدأ نحكي عن الـ energy balances لما يكون في عندي change في phase. لكن خلينا بداية نبدأ نراجع شوي شو اللي كنا حاكيين من قبل. لما تكون عندي energy balances على systems فيهم single phase، بنحسب الـ delta U hat اللي هي specific internal energy عن طريق استخدام integration من T1 لـ T2 لـ CVDT، أو إذا كنا عم نحكي عن open system فبنحكي عن delta H hat integration تساوي T من T1 لـ T2 لـ CPDT. طبعاً إذا كان في عندي pressure change ممكن أعمل correction حسب السيستم اللي عندي. فإذا كان عندي closed system at constant volume بنحتاج calculate delta U directly N في delta U hat. إذا كان عندي closed system at constant pressure بحسب delta H بتساوي N في delta H hat. أما إذا كان عندي open system بنحسب delta H dot بتساوي N dot في delta H hat. بعد هيك هاي delta U أو delta H أو delta H dot اللي حسبناهم بدي أعوضهم بالappropriate energy balance equation بعد ما أكون كتبتها وعملت لها تحديد للterms المهمة والterms اللي بدي أعملها neglect، وأحدد بعدين required heat transfer Q أو heat transfer rate Q dot. تمام؟ هلأ نحن نحكي عن phase change operations. لو خدنا بعين اعتبار liquid water water vapor الاثنين موجودين على حرارة 100 degrees Celsius and 1 atmosphere. Which would you expect to be greater, the U hat for liquid or the U hat for vapor? إذا تذكرنا إنه إحنا the U hat مرتبطة بال other things to the energy of motion of the individual molecules at the specified conditions، فأكيد رح نفكر ونقول إنه the U hat for vapor هتكون أعلى من the U hat for liquid، لأنه the molecules في the vapor phase بتكون more free وبالتالي بتحرك بطاقة أكبر وكانتك إنه شكلت the molecules أعلى، مما يؤدي إنه يكون the U hat for vapor أعلى. فبالتالي إذا هذا الحكي شو بحكي لي إنه الفيز changes phase change من الليكويد لا الفيبر رح يصحبه تغير في الانترنال انرجي بمقدار الفرق بين الانترنال انرجي الفيبر والليكويد. تمام؟ فالفيز changes as melting and evaporation are usually accompanied by large changes in internal energy and enthalpy. الميلتنج اللي هو التحول من السوليد للليكويد، أو الفريزنج العكس ليكويد لسوليد، والإيفابوريشن اللي هي تحول من الليكويد للفيبر، والكوندنسيشن هو العكس اللي هو من فيبر للليكويد. في دول الحالات اللي يكون في عند تغير في الفيز لازم نتوقع عند تغير كبير في الانترنال انرجي والانثالبي. كيف نقدر هذا الاشي؟ هلأ هاي التغير بداية نعرف شو اسمه، اسمه latent heat. okay. ف specific enthalpy change associated with the transition of a substance from one phase to another at constant temperature and pressure اسمه latent heat. هذا منفرق بينه وبين ال sensible heat اللي كل الحكي في السابق كنا نحكي عنه. لما نحكي عن sensible heat معناته تغير في الحرارة على constant pressure constant volume لكن في نفس الفيز. أما إذا بنحكي عن تغير في الفيز فصرنا نحكي عن إشي اسمه latent heat. هلأ لو طلعنا هون the specific enthalpy change delta H hat for the transition of liquid water to steam يعني vapor at 100 degrees Celsius and 1 atmosphere which equals to 40.6 kilojoule per mole is by definition شو هي the latent heat of vaporization، أو مرات بنحكيها simply by نحكيها the heat of vaporization من غير كلمة latent. okay. of water at this temperature and pressure. فقيمة التغير في الانثالبي اللي نتجت من انتقال من one phase لانذر هو الاسم هل heat of vaporization. The heat of condensation is the negative of the heat of vaporization. زي ما قلنا شوي انه عمليتين عكسيات. فالcondensation هي reverse of vaporization. وبالتالي الheat of condensation حتكون نفس قيمة heat of vaporization لكن بالسالب. ليش؟ السبب الاساسي انه الانثالبي is a state property ما بتأثر بالباثوي اللي نمشي فيه لكن بتأثر من نقطة البداية ونقطة النهاية. فإحنا نقطة البداية عندي ليكويد حولت لفيبر فمعناته عندي فابورايزيشن القيمة موجبة لأنه يعني في زيادة في الانثالبي في زيادة بالانترنال انرجي بالطاقة الكامنة جوا الموليكيولز. أما لو كنا بنحكي عن كوندنسيشن فهي من فيبر لليكويد نفس القيمة اللي فقدتها هاي الانثالبي تشينج نفسه لكن بقيمة سالبة. هلأ latency of the two most commonly encountered phase changes are defined as follows. عندي احنا اكتر اثنين نتعامل معهم بالعادة اللي هم الheat of fusion ونسميها heat of melting ونرمز لها delta H hat M. طبعا delta H hat M تكون محددة عند temperature معينة و pressure معينة وهي specific enthalpy difference between the solid and liquid forms of at a specific species at the temperature and pressure اللي هي temperature T والpressure P. okay. أما الـ heat of vaporization هي النوع الثاني من الـ latent heat اللي إحنا بنتعامل معهم بشكل كبير اللي هي بنرمز لها بـ delta H hat الـ V هون الـ vaporization.
at certain temperature and pressure، واللي هي لها علاقة بال change في specific enthalpy بين ال liquid وال vapor ل species معينة عند temperature محددة T وال pressure محددة P. نقطة مهمة لازم نكون عارفينها إنه latent heat of phase change may vary considerably with the temperature at which the change occurs, but hardly varies at all with the pressure at the transition point. يعني إنه phase change latent heat of phase change سواء vaporization أو fusion بالعادة بتكون تأثرها بالtemperature كتير عالي، لكن تأثرها بالpressure قليل جدا. على سبيل المثال، the heat of vaporization of water at 25 degrees Celsius is 2442.5 joule per gram على أي حرارة على 25 degrees Celsius and 23.78 millimeter mercury. يعني كتير هذا الرقم، إحنا نتذكر إنه atmospheric pressure 760 millimeter mercury، يعني بنحكي عن very very low pressure with respect to atmospheric pressure، قيمتها 2442.5. عن نفس الحرارة اللي هي 25 والبريشر الاتموسفيريك اللي هو 760 مليمتر مركوري، الهيت اوف فابورايزيشن قيمتها 2442.3 جول بير جرام. الفرق عندي من 0.3 ل 0.5 يعني 0.2 جول بير جرام. هاي الفرق بالنسبه للتو فاليوز للهيت اوف فابورايزيشن بين البريشر الاتموسفيريك بريشر 760 والبريشر القليل اللي هي حوالي 24 مليمتر مركوري. هذا بدلنا على انه فعلا الهيت اوف فابورايزيشن ما بتاثر كثير بالبريشر، ونفس الحال بنطبق على الهيت اوف فيوجن. اذا كان عندي فيز تشينج تيكس بليس ان ا كلوز سيستم يو ماست ايفالويت دلتا يو. تمام، احنا هلا احنا كنا نعرف انه احنا كل حكي حكينا لحد الان عن دلتا اتش. طب اذا كان عندي كلوز سيستم اكيد اعرف الدلتا يو لهذا الفيز تشينج، وحنا بنعرف انه دلتا يو بتساوي دلتا اتش هات ماين دلتا يو هات بتساوي دلتا اتش هات ماينس دلتا بي في من التعريف تبع الانثالبي. فهلا اذا كنا بنحكي عن الفيوجن، التشينج في البي في هات اللي عم نحكي عنه هون بين السوليد والليكويد ار جنرالي نيجليجبل كومبيرد تو تشينجز ان اتش هات. قيمه التغير في البي في هات كثير قليله نسبه للتغير في الدلتا في الاتش هات لما يكون عندي عمليه فيوجن اللي هي ميلتنج، تغير من ليكويد لسوليد او بالعكس. وبالتالي دلتا يو ام تساوي تقريبا دلتا اتش ام، ما في كثير فرق بيناتهم. لكن في الفابورايزيشن البي في هات فور ذا فيبر اللي هي اذا كنا عم نحكي عن ايديال غاز، البي في هات بيساوي ار تي، حتكون اوردرز اوف ماجنيتيود جريتر ذان بي في هات فور ذا ليكويد، يعني كثير اكبر من البي في للليكويد. وبالتالي الدلتا بي في هات لا التشينج من الفيبر ليكويد حتكون بتساوي قيمتها قيمه البي في هات للفيبر واللي بتساوي ار تي. اوكي، يعني كان عم بحكي انه ار تي ماينس تقريبا زيرو، فبالتالي دلتا بي في هات بتساوي تقريبا الار تي. اي تي اللي عم يصير في عندها التشينج اللي عم نحكي عنها اللي هي التمبرتشر المحدد اللي عم يصير في عندها الفابورايزيشن. وبالتالي اذا بدي احسب انا الدلتا يو هات للفابورايزيشن حتساوي السبيسيفيك انثالبي تشينج للفابورايزيشن دلتا اتش هات فابورايزيشن ماينس ار تي. تمام، فهلا هدول الطريقه اللي بقدر احدد فيها الدلتا يو تشينج انترنال انرجي للكلوز سيستم في حالة الميلتنج أو في حالة الفابورايزيشن. خلينا نعمل هيك تشيك سريع على المعلومات اللي عم نحكي عنها عن طريق إني أجاوب على الأسئلة الموجودة في تيست يور سيلف الصفحة 381 عندنا في كتابنا اللي هو فيلدر جروسو الريفرنس تبعنا. بهذا السؤال بحكي لنا بداية if you are given a value of heat of vaporization at 100 degrees Celsius and 1 atmosphere. Would you be confident about using it to estimate the enthalpy change for vaporization at 100 degrees Celsius and 2 atmosphere? يعني أنا عندي بعرف قديش الـ heat vaporization عند الـ 100 والـ 1 atmosphere، وبدي أستخدم هاي القيمة عند 102 atmosphere. Will I be confident؟ إيش رأيكم؟ أكيد إحنا بنقدر نستخدم هاي القيمة من 1 إلى 2 atmosphere، لأنه زي ما قلنا قبل شوي إنه الـ heat vaporization ما بتأثر كثير بالـ change في الـ pressure. طيب what about 200 degrees Celsius and 1 atmosphere؟ هل هاي القيمة بدي استخدمها عشان اعمل استيميشن لقيمة الهيت اوف فابورايزيشن عند ال 200 وال 1 اتموسفير؟ اكيد لا. ليش؟ لانه الهيت اوف فابورايزيشن بتتأثر بشكل كبير بالتمبريتشر. سؤال ثاني، the enthalpies of a pure liquid and its vapor at 75 degrees Celsius and 1 atmosphere، حددنا التمبريتشر والبريشر للبيور ليكويد والفيبر. عندنا البيور ليكويد الانثالبي تبعته 100 جول بير مول والفيبر 1000 جول بير مول. Both measured relative to the liquid at 0 degrees Celsius. هذول القيمتين محسوبين بالنسبة للليكويد عند 0 degrees Celsius. أول سؤال بقول لي What is the enthalpy of the liquid at 0 degrees Celsius؟ شو رأيكم؟ بما أنه 0 degrees Celsius هو الريفرنس، فبالتالي حتكون قيمة الانثالبي عند هذا الريفرنس بتساوي 0. تمام؟
طيب، وتزيد هيت فابورايزيشن 75 درجة سلسياس اللي هي القيمة اللي أعطيني إياها القيمة هون. الهيت فابورايزيشن شو هي؟ هي عبارة عن الهيت العلاقة بالتشينج من الليكويد للفيبر. فالفاينل هو فيبر اللي قيمة الانثالبي له 1000، والانيشال هو الليكويد اللي قيمة الانثالبي له 100. فالتشينج من 1000 ل 100 أو من 100 ل 1000 هو قيمة الهيت فابورايزيشن. 1000 ناقص 100 بتساوي 900 جول بير مول، هي الهيت فابورايزيشن لهذا الليكويد أو هاي السبستانس على 75 درجة سلسياس. تمام. السؤال الثالث بقول لي the heat of fusion of zinc chloride at 556 كلفن is delta HM hat بتساوي 5500 calorie per mole and the heat of vaporization of this substance at 1000 calorie is delta H hat بتساوي 28710 calorie per mole. استيميت دلتا U hat M عند هاي الحرارة اللي هي نفسها 556 ودلتا U hat V عند 1000 كلفن for zinc chloride. لو قلنا انه ال R قيمتها بتساوي 2 كالوري بير مول كلفن تقريبا، هي فعليا 1.98، هنقول انه الدلتا يو ام بتساوي تقريبا كم؟ 5500 كالوري بير مول. ليش؟ لانه حكينا انه الدلتا يو ام بتساوي تقريبا دلتا اتش ام، لانه التغير في البي في هات قليل جدا لما نحكي عن تغير من السوليد للليكويد. اما دلتا يو في هات حتساوي دلتا اتش هات في ماينس ار في تي. R قلنا تقريبا تساوي 2، التمبرتشر اللي هي الألف اللي عم يصير في عندها الفابورايزيشن، والدلتا اتش هات بي مطاي معناه اللي هو 28710 كالوري بير مول. بهاي الطريقة بطلع عندي إنه دلتا يو هات في تقريبا تساوي 26710 كالوري بير مول. تمام؟ زي ما قلنا بالنسبة للسوليد الليكويد ال بي في هات تشينجز نيجليجبل، أما بالنسبة لل بي في هات للتشينج من الفيبر للليكويد هو بالنسبة للليكويد قليل جدا نسبة للفيبر، فبالتالي بقدر أحكي كأنه بس قيمة ال بي في هات عند الفيبر، وإذا بقدر أعملها استيميشن أز ايديال غاز ما تبتساوي ار تي. تمام. هلا إذا أنا ما عندي قيم لا اللاتنت هيت سواء ميلتينج أو فابورايزيشن، في بعض الكوريليشنز بستخدمهم عشان أعمل استيميشن لهاي القيم. يعني مرات الجداول موجودة عندي الهيت فابورايزيشن بس مش عند كل التمبريتشرز، مش عند كل الظروف ومش لكل المواد. تمام. فبالتالي انا مرات بحتاج اعمل استيميشن، ففي عندنا اكثر من كوريليشن بقدر استخدمهم. في عندنا تروتنز رول اللي هي اكيوريت بنسبه 30%، بتعتمد بشكل اساسي على التي بي اللي هي النورمال بويلينج بوينت للليكويد. بقول لي انت دلتا اتش هات في تقريبا بتساوي 0.088 تي بي بالنسبه للنون بولر ليكويد، وبتساوي 0.109 تي بي بالنسبه للووتر واللو مولكيولر ويت الكهولز. فهاي دلتا اتش هات في ان هي فابورايزيشن بالوحده كيلو جول بير مول بير مول، والبويلينج بوينت النورمال بويلينج بوينت بتكون عند بالكلفن. ليه عم نحدد اليونتس؟ لانه في عندنا ارقام، دائما يكون في عندي ارقام بالكورليشنز يكون الفاليوز هون محدده بيونتس معينه. كورليشن ثاني اسمها تشينز ايكويشن. هاي تشينز ايكويشن الاكيوريسي تبعتها اعلى بنسبه 2%. شو بتحتاج؟ بتحتاج البويلينج بوينت النورمال بويلينج بوينت لهاي الماده والكريتيكال تمبريتشر لهاي الماده بالكلفن، الاثنين دول بالكلفن، والكريتيكال بريشر بي سي لهاي الماده بالاتموسفير. هدول القيم بعوضهم بهاي الكورليشن. بنلاحظ انه في عندنا هون قسمه من تي بي على تي سي ريشيو، في عندنا لوج للكريتيكال بريشر اللي عم نحطه بالاتموسفير، وبالاخر بطلع معي دلتا اتش هات بي يونت اللي هي كيلو جول بير مول. كمان فورمولا بستخدمها تو ابروكسيميت ستاندرد هيت اوف فيوجن بهاي الحاله دلتا اتش ام بالكيلو جول بير مول، بتساوي فاكتور معين ضرب الميلتينج بوينت بتكون اللي هي نورمال ميلتينج بوينت بالكلفن حسب نوع الماده. اذا كان عندي ميتاليك اليمنتس بستخدم هذا الفاكتور، اذا كان عندي ان اورجانيك كومباوندز بستخدم هاي الماده، اذا كان عندي اورجانيك كومباوندز بستخدم هذا الفاكتور 0.05. فحسب النوع اللي عندي وحسب الكورليشن المكتوبه هون بقدر اعمل استيميشن للميلتينج هيت اوف هيت لاتنت هيت اوف ميلتينج. اللاتنت هيت اوف فابورايزيشن كمان may be estimated from vapor pressure data by using the Classis-Clapeyron equation. شو هاي Classis-Clapeyron equation؟ بتقول لي انه لن بي ستار اللي هو الفيبر بريشر بتساوي ماينس دلتا اتش هات في على ار تي اللي هي اللاتنت هيت اوف فابورايزيشن على ار gas constant على تي زائد بي اللي هو ايش؟ كونستنت معين. هذه ممكن استخدمها اذا كانت الدلتا اتش هات فابورايزيشن قيمه ثابته كونستنت على رينج التمبريتشر اللي محطوط ب
الفيبر بريشر داتا. يعني اذا انا بقدر اقول انه الهيت فابورايزيشن بهاي الرينج من هاي تمبرتشر لهاي تمبرتشر كونستانت، فبقدر استخدم كلاسيس كلابيرون ايكويشن واعمل استيميشن للدلتا اتش هات في، واللي بتكون عباره عن قيمه ثابته بهذا الرينج كامل. لو ما كانت ثابته، وهذا الحكي اللي في ماني كيسز ابليكابل، انه لاتن هيت فابورايزيشن فاريز كونسيدربلي وذ تمبرتشر، لانه احنا زي ما قلنا قبل شوي انه الهيت فابورايزيشن اصلا بتاثر بشكل كبير في التمبرتشر، فبالتالي بكون في حاجة إني أستخدم الكلابيرون إكويشن مش الكلاسيس كلابيرون إكويشن. الكلابيرون إكويشن بتقول لي إنه دي لن بي ستار على دي باي دي 1 أوفر تي بتساوي ماينس دلتا إتش هات بي على آر. في هاي الحالة شو بقدر أعمل؟ بقدر أخذ التانجنت عند بريشر معينة وتمبرتشر معينة، وأقول إنه قيمة هاي السلوب لهذا التانجنت لهذا المماس بتساوي دلتا اتش هات في على ار، وبحسب منها دلتا اتش هات في، بس هاي دلتا اتش هات في تكون محدده عند هاي التمبرتشر وهاي البريشر. اخيرا اللي هو بقدر استخدم يوزفل ابروكسيميشن عشان اعمل استيميشن لدلتا اتش هات في عن تمبرتشر معينه، اذا كنت بعرف الهيت اوف فابورايزيشن عن قيمه ثانيه عن تمبرتشر تي 1 مثلا. فانا عندي تمبرتشر تي 1 بعرف قديش قيمه الدلتا اتش هات في فابورايزيشن لها، وبعرف الكريتيكال تمبرتشر لهاي الماده، اوكي؟ فبقدر استخدم هاي الكورليشن اسمها واتسونز كورليشن، منها بعمل استيميشن لقيمه الهيت فابورايزيشن عند التمبرتشر الثاني اللي هي تي 2، اوكي؟ برفع طبعا هون في عنا ننتبه الباور اللي هو 0.038. خلينا برضه نعمل مراجعه سريعه لهاي المعلومات اللي حكيناها كلها بالنسبه لطرق الاستيميشن. في عنا تيست يوسف في بيج 382 من كتاب فيلدن جروسر ريفرنس لهاي الماده. بقول لي how would you estimate delta H hat V for pure hydrocarbon at its normal boiling point under each of the following conditions. بدي أطلع delta H hat V لها مادة pure هي عبارة عن hydrocarbon عند normal boiling point. طبعا شو normal boiling point؟ يعني عند atmospheric pressure V1 تساوي 1 atmosphere. أول حالة you know only the normal boiling point. إذا أنا بس بعرف normal boiling point وما عندي أي معلومات تانية، شو بحتاج أو شو بقدر أستخدم؟ بقدر أستخدم Thornton's rule. نرجع عليهم بالreference اللي عندنا وشوفوا إنه هاي الrule بقدر أستخدمها لما يكون عندي بس normal boiling point directly بقدر أعمل estimation، لكن زي ما حكينا الأكيد تبعتها كتير قليلة. إذا كنت بعرف normal boiling point والcritical constant بستخدم Chen's equation. تمام، وبرضه في عندنا accuracy أعلى شوي لكنها بضلها اسمها estimation. الحالة الثالثة if you have vapor pressure data over a range that encompasses P star بتساوي 1 atmosphere and a semi-log plot of P star versus 1 T is a straight line. يعني فرضا زي هذا الحكي، هون عندي vapor pressure على semi-log اللي هو هون log زي احنا زي ما شايفين الاكسس تبعنا، وهون الواحد على T normal axis، وهو والعلاقة هو عبارة عن straight line. فكيف بقدر أحسب الهيت فابورايزيشن من السلوب اللي هي بقدر أستخدم الكلاسيس كابيرون إكويشن. السلوب في هاي الحالة بتساوي ماينس دلتا إتش هات في على R، بحسب الـ R اللي عندي بقدر أطلع منها دلتا إتش هات في بعد ما أحسب السلوب. تمام، طبعا ليش عند 1 أتموسفير؟ لأنه إحنا الـ 1 أتموسفير هو اللي بيكون عنده قيمة الـ normal boiling point. أوكي طيب، الحالة الرابعة repeat 3 only suppose the plot is curved. يعني لما كنا نحكي انه عندي semi log وهو عندي straight line، لكن مش straight line في هاي الحالة، لا عندي اياها curved زي المرسوم عندي هون. اوكي، فشو بهاي الحالة شو بقدر استخدم؟ بستخدم الكلابيرون equation، وبدي اطلع عند ال 1 atmosphere بدي احسب بدي ارسم التانجنت واخذ السلوب اللي عند هذا التانجنت، واقول انه عند هذا التانجنت السلوب يساوي الماينس دلتا هات في على ار. يعني مش السلوب تبع كل ستريت لاين، انه ما عندي ستريت لاين عندي كيرف، بالتالي بدي اشوف عند ال 1 اتموسفير قديش قيمه الهيت اوف فابورايزيشن من السلوب، لانه احنا بدنا اياها اصلا عند النورمال بويلنج بوينت. اللي حكينا النورمال بويلنج بوينت معناته اكثر من اتموسفير. الحالة الخامسة you know delta H hat V at a temperature other than the boiling point and don't know the heat capacities of the substance in its gases and liquid form. عندي الهيت فابورايزيشن عند قيمة معينة ما مش هي نفس ال boiling point، وبدي اطلع عند ال boiling point. فشو بستخدم؟ زي ما قلنا قبل شوي اللي هو واتسونز كورليشن اللي بتربط لي بين هدول الهيت فابورايزيشن. repeat 5 اللي هي هون، بس هون في عندي خطأ مطبعي. Repeat 5 only suppose that you have the heat capacity data. إذا أنا بعرف الـ heat of operation عند نقطة معينة، عند temperature معينة T1 بنسميها، وبدي heat of operation عند
T2 وبعرف الهيت كاباسيتي للفيبر وللليكويد. بهاي الحالة شو بعمل؟ بعمل الهايبوثيكال باثوي اللي كنا نساويه وبجمع التشينجز اللي عند النقاط اللي انا بعرفها وبطلع معي الهيت اوف بريشر عن T2. كيف يعني؟ انا بدي ابدا من الليكويد اللي بعرف التمبريتشر تبعته بهاي الحالة، وبدي احول من التمبريتشر اللي انا بعرفها اللي هي T2 اللي انا بدي اوصلها ل T1، وبعدين عند T1 بعرف الهيت اوف فابورايزيشن وبدي ارفع الهيت اوف فابورايزيشن، ارفع الفيبر هلا من T1 ل T2. يعني انا عندي الليكويد عند T2 مزبوط، بدي احول الليكويد هذا اللي عند T2 بدي احوله لليكويد عند T1 عشان عند T1 اعمل له فابورايزيشن، وبعدين من لما تحول هلا الليكويد لفيبر بدي ارفع T1 او اغير T1 فيبر لT2 فيبر عن طريق الانتجريشن. فبهاي الثلاث خطوات اللي بعملها بقدر اني احسب الهيت فابورايزيشن عند التمبرتشر الجديده T2. تمام. اذا هيك قدرنا احنا نراجع المفاهيم الاساسيه عن طريق حل هذه الاسئله، ونأكد على مفهوم اللاتنت هيت فابورايزيشن وكيف بقدر احسبه او اعمل له استيميشن لما يكون عندي تغير في الفيز بهذا السيستم. نوقف لحد هون. الفيديو اللي بعده رح يكون في حل لتو بروبلمز نطبق فيها المعلومات اللي غطيناها اليوم.